في إقليم تارودانت النشاط السياحي يستعيد وتيرته الاعتيادية بعد فترة قصيرة من الزلزال الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وتعرف تارودانت كوجهة لعشاق السياحة الإيكولوجية والجبلية، وشهدت المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي توافد العديد من الحافلات السياحية وعلى متنها أفواج من السياح من جنسيات مختلفة اختاروا الإبقاء على برنامجهم لزيارة المنطقة. بعد إقليم الحوز يظل إقليم تارودانت ثاني المناطق الأكثر تضررا من زلزال الثامن من سبتمبر. موفدتنا وفاء توزري استطلعت في هذا الروبورتاج الأوضاع في الإقليم بعد مرور حوالي أسبوعين على الزلزال. عدد من المباني القديمة تضررت من الزلزال الذي ضرب المنطقة. بوجمعة أحد ساكنة تارودانت يحكي لنا ما عايشوه جراء الزلزال. الناس فعلا تخلعوا وخرجوا على برا لأن جاهم داك الشيء صدفة. إلى حد الآن دابا كاين لفيسيغ على الحيوط وتضر السور بزاف ديال تارودانت من برا ومن الداخل، ولكن بالنسبة للناس اللي زونفيرو اللي كاينين على برا الدواور والجبال وكل شيء هذوك اللي تضروا أكثر من دينا. هنا ولله الحمد ما كاين لا موت ما كاين لا جرحى لا والو، الناس كاينين مخلوعين. والى جانب بوجمعة التقينا عمر وعبد الرحمن، هما ايضا من ابناء المنطقة، يؤكدون ان معاناة ساكنة الدواوير تفاقمت بعد الزلزال وان مدينة تارودانت لم تتضرر كثيرا مقارنة مع الدواوير المجاورة لها، مؤكدين ان الساكنة هنا وهناك محتاجة الى الافرشة والخيام على أن يتم إصلاح الأوضاع. الناس مساكر العاشة شاق من الزلزال، تصوري دابا بنادم كيمرض، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس راه تيعانيو. مشيت زرت شي أصدقاء عندي في الجبل وتصدمت ملي شي مدارس. الحمد لله مدينة تارودانت كمدينة موقع فيها لا ضحايا لا جروح لا والو. التأثر اللي كان هو أن الديور عاد كذا تعرفوا بأن مدينة تارودانت هي مدينة قديمة بزاف وكاينين الدور باقيين تعطراب، أغلبية ديال الدور دو طلاب الآن تضروا. حقيقة كاين الناس لا حول ولا قوة إلا بالله من ديك الفاجعة لحد الآن ما كاينش على برا. ساكنة تارودانت عموما وساكنة الدواوير المتضررة بشكل كبير خصوصا كلهم أمل في أن تعود المياه إلى مجاريها. وفاء التوزري، تارودانت، لي ميديا.